ستادي بول، الموقع الذي أثار ضجة كبيرة في مجال الربح من الإنترنت والحصول على عمل أونلاين بالدولار، خاصة لتلاميذ وطلاب الجامعة. ما هو موقع ستادي بول وكيف يمكن الربح من الإنترنت للمبتدئين والحصول على عمل أونلاين من خلاله؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس. مع بدء الاقتصاد في العديد من البلدان في التعافي، نأمل أن تظهر المزيد من فرص العمل أيضاً. يمكنك المشاركة في واحدة من العديد من أفكار العمل من المنزل وطرق الربح من الإنترنت التي قدمناها على هذه القناة، وربح المال من الهاتف للقيام بمهام بسيطة والحصول على عمل بالدولار. اليوم لدينا فرصة رائعة أخرى، حيث تم الدفع للعديد من المستقلين عبر الإنترنت من خلال بيبال والتحويل البنكي وبايونير وويسترون يونيون ووسائل الدفع كثيرة. لا يزال الكثيرون يكسبون من خلال موقع ستادي بول، وبالطبع ستكون فرصة رائعة لك تساعدك على كسب المال من الإنترنت. للحصول على المال من البيت وكسب المال من الإنترنت، ما عليك سوى عرض المواد الدراسية والملاحظات الصفية والاختبارات القديمة على موقع ستادي بول. ستبيع المواد الدراسية والملاحظات على موقع يعرف باسم ستادي بول من خلال القيام بعدة خطوات سوف نقول بتوضيحها بشكل مفصل، وسيتم دفع 10 دولارات لك مقابل كل عملية بيع لكل مستند تقوم برفعه على الموقع. أسباب تجعل من موقع ستادي بول موثوق: أولاً، لديهم عملاء جاهزون لك، فستادي بول هي أحدى منصات التدريس عبر الإنترنت والتعليم أونلاين، حيث يتم منحك فرصة للإجابة على أسئلة واجبات وفروض منزلية بسيطة ينشرها الطلاب. هناك الملايين من الطلاب في جميع أنحاء العالم ينشرون واجباتهم المدرسية كل يوم، وهذا بالضبط ما تحتاجه للبدء في الربح من الإنترنت كطالب جامعي أو تلميذ، لأن هؤلاء هم نفس الطلاب الذين سيشترون أسئلة المراجع والملاحظات ومواد الدراسة الأخرى. أثناء قيامهم بنشر الأسئلة يبحثون أيضاً عن بعض الملاحظات الدراسية لمساعدتهم على فهم ما يقرؤون وللتعلم بشكل أفضل. يوفر ستادي بول عملاء جاهزين لك، ومن ثم سيشاهد ملايين الطلاب ملاحظاتك الجامعية ونماذج أسئلة الامتحانات والمواد الدراسية في مختلف المواد التي تقوم برفعها على الموقع. ستادي بول موقع موثوق للحصول على عمل أونلاين بالدولار، فالموثوقية هي أحد العوامل التي تجعل موقع ستادي بول أحد أفضل مواقع الربح من الإنترنت الصادقة المتوفرة حالياً. لم نسمع أي شكاوى من آلاف المعلمين على المنصة التي يكسب بعضهم ما يصل إلى 7500 دولار من المال. لم تكن هناك شكاوى حول مدفوعاتهم أيضاً، ويتم دفعها عبر الإنترنت وفي الوقت المحدد، وبغض النظر عن نوع الملاحظات التي تخطط لبيعها على هذه المنصة، سيكون لديك عملاء وطلاب مهتمون بما تبيعه. داخل موقع ستادي بول هناك العديد من الموضوعات التي يمكنك جمع الملاحظات عنها وبيعها للطلاب طالما أنها أصلية وتم البحث فيها جيداً وتعطي قيمة، وتشمل بعض الموضوعات التي يغطونها المحاسبة والجيولوجيا والأحصاء وعلوم الكمبيوتر والعلوم السياسية والتاريخ والهندسة والبيولوجيا والإدارة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية والتسويق وغيرها الكثير. آلاف الطلاب والمدرسين يدخلون يومياً إلى موقع ستادي بول، فاعلم أن هذا العدد الكبير قد يكون ضاراً بالنسبة لك كبائع، لكن حقيقة أن هناك الكثير من المعلمين والطلاب يبيعون المواد الدراسية هي علامة على أن هذه المنصة موثوقة وموقع مضمون لربح المال من الإنترنت والحصول على فرصة عمل كطالب. إلى جانب الرواتب الممتازة للمعلمين والمدرسين في ستادي بول، فإنهم يدفعون لك جيداً مقابل المواد الدراسية التي ترفعها كطالب أو كمدرس. يمكنك المضي قدماً وإنشاء خطط لمقالاتك ومنشوراتك. عادةً ما يكون إنشاء خطط الاشتراك أفضل من المبيعات العادية. لقد رأيت العديد من المدرسين يقفلون موادهم التعليمية والطالب يفتح الحزمة فقط عندما يدفع مبلغاً معيناً من الدولارات. الشرط الوحيد لإنشاء هذه المستويات هو وجود العديد من المستندات والمواد التعليمية التي تقوم برفعها على الموقع، والتأكد من أنها ذات جودة عالية وسهولة استخدامه للحصول على عمل أونلاين بالدولار. فلست بحاجة إلى أن يرشدك أي شخص حول كيفية رفع المستندات التعليمية على ستادي بول.
لأنه سهل الاستخدام. ما عليك سوى النقر فوق زر رفع وستكون جميع ملاحظاتك جاهزة للبيع. بالطبع لديهم فريق من المراجعين الذين يراجعون المواد التعليمية للتأكد من توافقها مع الشروط والأحكام الخاصة بهم. يمكنك بسهولة معرفة عدد النسخ التي قمت ببيعها ومبلغ المال الذي ربحته منها. سترى أيضا زر السحب الذي يمكنك باستخدامه لسحب أموالك إلى حساب بيبال أو حسابك المصرفي. رسوم منخفضة ومرونة عالية، فربما يكونون الموقع الوحيد الذي يدفع لك تقريبا ما حصلت عليه من مبيعاتك. إنهم يتقاضون رسوما قليلة جدا لن تجعلك تشعر وكأنك قد أهدرت المال. مواقع أخرى على الإنترنت تأخذ 30% من أرباحك وهي نسبة مرتفعة، مع ذلك فإن ستادي بول يأخذ 20% فقط كرسوم تشغيلية، بالتالي يمنحك مبلغا جيدا من المال. ستادي بول يفعل لك كل شيء، فإنهم يمسكون بيدك منذ البداية إلى النهاية حتى تصل إلى عمل أونلاين بالدولار كطالب أو معلم، ومن ثم دفع الأموال لك مقابل مواد الدراسة الخاصة بك. الوظيفة الوحيدة التي ستشارك فيها هي رفع المواد الدراسية، ومن هناك يقومون بالباقي. هم يبيعون المواد التعليمية لك ويسوقونها لك ولجمهور واسع من الطلاب ويرسلون الأموال إليك. الخطوة الأولى التسجيل في ستادي بول، هي الخطوة الأولى للحصول على عمل أونلاين بالدولار من خلال بيع المواد التعليمية للطلاب. قم بزيارة موقع ستادي بول والضغط على سيل دوكس في الأعلى. بعد الضغط على سيل دوكس أدخل بعض المعلومات الأساسية عنك مثل الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور. كذلك يمكنك التسجيل من خلال حساب جوجل، فيسبوك أو عبر حساب شركة لينكدإن. اختر نوع الملفات التي ترغب برفعه وهي ثلاثة أنواع: الاختبارات القديمة والإعداد للاختبار. هذه أسئلة مراجعة في أي موضوع من شأنه أن يساعد الطالب في الاستعداد للامتحان. يجب أن تكون دقيقة ومحللة بشكل صحيح. تعد دقة الأسئلة والأجوبة مهمة لأنها ستحدد درجات الطلاب. لا تركز فقط على كسب المال والربح من الإنترنت والمساومة على الجودة. الواجبات القديمة، فهناك مهام قمت بها في أيام مدرستك ويمكن أن تكون مفيدة جدا للطلاب الآخرين. يمكنك مشاركة تلك المهام على ستادي بول المرتبطة بأي موضوع. تذكر يجب أن يكونوا أصليين. ملاحظات الفصل أو المحاضرة، فيقبل ستادي بول ملاحظات الفصل التي ربما تكون كتبتها عندما كان أستاذك أو محاضرك يتحدث في الفصل. كل هذه الملاحظات يمكن أن تكسبك المال إذا قمت بتجميعها ورفعها على ستادي بول. يمكنك رفعها PDF أو كملفات مضغوطة أو أي صيغة، وبالتالي عليك تحضير الملفات مسبقاً عن طريق كتابتها على شكل ملف وورد أو تحويلها إلى ملفات PDF عن طريق الماسح الضوئي. وفي هذه الحالة عليك رفعها بدقة جيدة لأنه سيتم رفضها إذا كانت جودتها منخفضة. كذلك الأمر بالنسبة للملفات التي يتم تصويرها عن طريق الكاميرا أو الموبايل. هناك قواعد يجب عليك اتباعها للحصول على فرصة عمل أونلاين عبر ستادي بول. يجب أن تكون المواد التعليمية عالية الجودة، فيجب أن تكون وثائق دراستك ذات جودة عالية جدا. لهذا السبب قاموا بتعيين فريق من المنسقين الذين سيتحققون من كل مستند تقوم بتحميله للتحقق من جودته. وفقا لستادي بول يتألف المحتوى عالي الجودة من المهام السابقة الأصلية وإعدادات الاختبارات وملاحظات الفصل والاختبارات السابقة. تأكد من تحميل المستندات المتعلقة بتلك التي يريدونها، ولم يعد سرا أن هذه المنصة ترفض المحتوى منخفض الجودة. ضع المحتوى الخاص بك في الفئة الصحيحة، فلا يعتبر موقع ستادي بول أن التصنيف الخاطئ للمستندات التي تقوم برفعها على الموقع أمرا جيدا، ولن يقبلوا مواد الدراسة الخاصة بك. تأكد من أن كل المحتوى الخاص بك في الفئة المناسبة لكي يتم الدفع لك عبر الإنترنت على هذه المنصة. إذا قمت بتصنيف مستندات الدراسة في فئة خاطئة فتأكد من رفضهم لها. يجب أن يكون لها قيمة تعليمية، فسواء كنت تقوم برفع الاختبارات أو الامتحانات التدريبية أو المواد الدراسية أو أدلة الدراسة، يجب أن تكون مفيدة للطلاب على المنصة. إلى جانب ذلك يجب عليهم تقديم بعض القيمة التعليمية لكل من يشتريها. يجب أن لا تكون مواد محمية بحقوق الطبع والنشر، فلن تؤدي المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر إلى رفض مستنداتك فحسب، بل سيتم تعليق حسابك. المحتوى الخاص بك يجب أن لا ينتهك أي حقوق من التأليف والنشر.
بالنسبة لستادي بول فإن أي مادة دراسية ترسلها لا تحصل على الموافقة من مالك حقوق النشر إن لم تكن أنت مالكها، فسترفض تحت مسمى حقوق الطبع والنشر. يجب أن يكون المحتوى أكاديمي، فهناك مئات الموضوعات التي يمكنك استخدامها لتوجيه المحتوى الذي تحمله. لهذا السبب ليس من المتوقع أن تقوم بتحميل شيء غير أكاديمي إذا لم تكن مستندات أكاديمية يحق لموقع ستاديبول سحبها والتراجع عن اتفاقها معه. يجب أن لا تكون المواد التعليمية أو وثائق دراسة مكررة أو فارغة، فقد يصاب بعض الناس بالجنون عندما يتعلق الأمر بكسب المال. سيقومون بنسخ المستند للوصول إلى 20 صفحة على الأقل، أو يقومون بتحميل مستند فارغ، هذا غير مسموح به على هذه المنصة. وتذكر أنك سوف تحصل على فرصة عمل بالدولار مقابل العمل الجيد وليس مقابل المحتوى السيء. يجب أن لا يكون محتوى المادة الدراسية مسيئا لأحد ويحتوي على صور وكتابات مسيئة أو صريحة، هذا جزء من كسر الشروط والأحكام. لذلك حمل فقط المواد عالية الجودة التي لا تسيء إلى أي طالب أو تضايقه من حيث معتقداته أو أصله أو ثقافته أو عمره أو جنسه، فكن متفهما. شاركونا آراءكم واستفساراتكم بالتعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.